حنا تنقولوا القطاعات غير المهيكله لا فورمال تاثر على الكاش هو اللي كذا كذا شيء ولا فيسكاليتي كذا. نقول لك شيء في الدراسه يا اخر الكينيا او مصر عندها حتى هو علينا النسبه ديال لا فورمال بحالنا، ولكن الكاش في كينيا 2%. عرفتي حنا الكاش بالنسبه الدخل ديال الدخل العمومي البيب 28%. حنا من اكبر الدول اللي هاد الكاش ماشي. مصر حتى هي عندها لانفورميل على عندنا 30% ديال لانفورميل، عندها الكاش 12%. كينيا عملت ثورة رقمية ودازت الموبيل بانكينغ وصاوبتو بدون شك، هذا هو اللي سهل الماموريا. ومصر خداو قرارات إدارية بو ليميتي لو كاش باش يضغطوا على لا سيركيلاسيون دو كاش. دونك علاش قلت لك هادشي؟ الدراسة ماشية، تنحاولوا ما أمكن نزيدوا نعمقوها باش نشوفوا شنو هما المعطيات جميع الجوانب، اشنو هو لافورمال وشنو هو الفيسكاليتي التيزوريزاسيون اللي تعملوا الناس، مشينا حاولنا نعملوا التقييم ديالها الى اخره داخلين فيها. ولكن هادشي غادي نطعموه مع الاطراف المعنيه معنا كذلك، ولكن لزوما خص كل واحد يشارك باش الحلول تجي. لان مثلا في واحد العدد دول لا سيما الهند، الهند عملت جميع الاعانات ديال الدوله تيدوزو نيميريك ديجيتال قرار تنفهم على انه حنا عندنا هاد الثقافه وهاد تاريخ طويل وكذا الى اخره. ولكن لا خصنا نبداو، لا خصنا نبداو فهمتي. ثاني شيء قلت لي الدرهم الالكترون، هذا كيف قلت لكم هذا طويل المدى، ولكن اللجنه كاينه وتنعملوا مع التعاون التقني لهذا البنك الدولي والصندوق النقد الدولي، وتنعملوا بالاعانه مع البنوك اللي مشات في هذا الاتجاه مع لا بي سي او. والتقرير طرف بطرف 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 جميع المعطيات ديالو، ولكن مازال خليني بعدا نفضي المشكل ديال الكاش عاد سهل عليا ندوز النوميريك. فهمتي كاين دول اللي مشات، لان مثلا انت تاخذ لاسويد، لاسويد لا بونكاريزاسيون عندهم علينا 100%، ما كاينش الكاش ما كاينش.